السلام عليكم، معكم محمود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مضل له بإذن الله. ثم أما بعد، بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، نبدأ حلقتنا على بركة الله تعالى. الإنزال حاجة محببة لأي ست، أي ست بتتمنى إن هي تكون عندها أطفال لو هي ما عندهاش أطفال. بس للأسف في الوطن العربي وفي غير الوطن العربي، يعني في العالم كله تقريبا، في ستات بتبقى عايزة طفل بس من غير أب. تقولك مش عايزة أتجوز، عايزة طفل. إيه ده، هتخلفي عيل في الحرام؟ تقولك لا، ما ممكن مش في الحرام، ممكن، أو هي مثلا ممكن مش بتدي اعتبار للجانب الديني. إيه ده، يعني عايزة تخلفي واحد طفل وأنت مش متجوزة أبوه، تعيشوا مع بعض كده مثلا من غير جواز؟ تقولك آه، وممكن من غير الراجل اصلا. ساعتها الناس تتنح، يعني ازاي من غير الراجل؟ حديثا بقى مؤخرا في امريكا وفي دول كتيره وحاليا في روسيا، اصبحت السيدات بتشتري النطف او السبرم بتاع راجل اخر، وبعد كده بتروح لمركز التلقيح المستشفى تقول لهم الراجل اهو ده، كل عينه خدوها منه وانا من عندي البويضه، ونعمل حقن مجهري وتحمل وتنجب، وتقول لك انا عشان بس كبرت في السن ونفسي في طفل. والحاجات دي ممكن بتتجمد لمده شهر واثنين وثلاثه وسنه لحد ما ينجح عمليه الحقن المجهري وتنجب تحمل، يحط بقى البويضه بعد ما تتلقح عندها في الرحم، وبعد كده تحمل طبيعي جدا كانها زي اي واحده حامل. فبدأت ستات فعلا تتفق على الموضوع ده. واحد مثلا تلاقيه بادي بيلدينج، راجل اشقر امور بتاع، صحته حلوه، طبعا بتلاقي واحد صحته حلوه وشاب علشان الموضوع ده. وبتدفع بقى، في ناس بتدفع من 5000 روبل لحد بقى، يعني زي ما انت عايز بقى، 60000 70000 روبل حسب الشخص. يعني في شخص مثلا يقول لها لا انا مش عايز، تقول له بس انا ما اعرفش غيرك، ويعني ادفع لك اكتر وتوافق، فيوافق لو دفعت له اكتر. في ناس كده. وفي واحده مثلا مرافقه واحد وبتحبه والعياذ بالله، ويقول لها بس انا لا مش عايز اجيب منك عيال. بتقول له طب خلاص مش هتبقى مسؤول عنه، اخلفه انا ويتكتب على اسمي، اسم الفاميلي بتاعتي، وانت مالكش دعوه بالعلاقه او مالكش علاقه بالقصه دي. يقول لها طب ازاي؟ تقول له اديني بس العينه في العياده وخلاص امشي، مش عايز تكمل حتى معايا في العلاقة، الحب اللي بينا وبتاع ده يمشي، بس المهم انا هعمل طفل بالشكل ده. هي طبعا لما بتحمل وتخش في البروسيدير غالبا هو بيسيبها يعني. فالسيناريو ده متكرر خلاص في روسيا، مش كتير قوي الحمد لله، او معرفش قد ايه، لانه مش ظاهر قوي في المجتمع. فبدأ الستات تحمل من غير اب. طبعا في المجتمع الروسي من فترة طويلة عادي بنلاقي واحدة حامل وما معهاش راجل، لانه كانت مرافقة واحد ولا كانت بتحب واحد وعاشوا مع بعض وبعد كده مشي، او ممكن لسه معاها بس المهم هم مش، هي مش متجوزه او مش متجوزه اي حد يعني، بس في طفل حامل. فبدأ يظهر في الصوره او يذكر في بعض المشاكل المتعلقه بهذه القصه شباب عرب، او العرب يعني تعلقوا في الموضوع. فعشان كده ايه، انا عامل الحلقه دي عشان حاجتين. اول حاجه ان الراجل اما بيجي عربي بيجي يتجوز واحدة أكبر منه في السن، أو هتموت وتتجوز من الآخر، ما اتجوزتش قبل كده وعندها مثلا 40 سنة ولا 38 سنة، بيفتكر إنها واقعة وهتموت عليه وبتاع عشان تخلف، وإنها هتموتي عشان تخلفي وبتاع ده، فأنا يعني صاحب اليد الطولة. لا يا باشا، ممكن تخلف بفلوس قليلة مش كتير قوي، يعني 100000 روبل ولا 150000 روبل، وتروح تخلف هي من المستشفى عادي، تاخد سبيرم من أي راجل وتتصرف، يعني مش قصة. حضرتك مش لاوي دراع، ده رقم واحد. رقم اتنين، ما تتورطش في موضوع الانساب ده لو سمحت. يعني ما تجيش واحده تقول لك اديني عينه من عندك وبتاع وهديك 20000 ولا 50000 روبل وتوافق. اوعى اياك انك تتورط في هذا الجرم، دي جريمه. طبعا في ستات لما يسالوها طب انت كده يعني هتربي الولد من غير اب؟ لك وليه، ليه الاب؟ ما الاب كده كده مشغول في الشغل عاده لو في اب، ولو محتاج، لو احتجت اب هتجوز واحد. فيقولوا لها طب هو في عمر واحد هيعامل ابنك زي ابوه؟
جوز الام غالبا بيبقى مش قوي يعني، تقول لهم لا لا ما فيش الكلام ده، في ناس لو بيحبوني، لو ناس كتيره بتحبني، واللي بيحبني ده ما دام بيحبني هعامل ابني كويس جدا، وفي ناس كتيره يعني بتعامل الطفل كويس ابن الزوجه ولا في اي غضاضه. لا احنا في مجتمع متقدم يا جماعه، انتوا راجعين قوي، ايه جوز الام والكلام ده؟ في ستات بترد كده، فمش عامل لها مشكله حكايه ان الطفل يجي من غير اب او بام بس. طب هيروح المدرسه مثلا هيقول للناس ايه؟ انا متسمي على اسم امي اصلا، انا لقيطه. قلت لهم احنا في مجتمع متقدم قلت لكم من زمان، وفي اطفال كتير متسمين على اسم امهم ومن غير اب وبيخشوا المدرسه، ابوه مات مثلا، هب انه مات في الحرب، اتطلق، اي سبب من الاسباب، ممكن يكون مفيش اب. فقلت لهم دي حاجه متكرره في المجتمع، ومش هيبقى مش هيتعرض للتنمر في المدرسه الولد او البنت، خلصت يعني، اللي هو مش هتنفع تجادل معاها وتكسب، هتلاقيها برضو عندها ردود على كل حاجه. فبكرر تاني بعمل الحلقه دي عشان حاجتين، عشان تورط العرب في هذه القصه، بدا ظهور عرب كان مع واحده وقالت له طب هات العينه بتاعتك، فادها العينه، وبعد كده ايه قالت له انت مش خدت فلوس عايز ايه تاني؟ يقول لها لا ابني بقى، قالت له لا ما مش ابنك امشي، طب انا هثبت بقى، ده اروح المحكمه، طب مش عارف ايه، انت ماضي اقرار، وهو ما يعرفش اللغه الروسيه قوي، قالت له انت ماضي اقرار انك مالكش دعوه بالطفل. يقول ايه ده، في حاجه كده قانونيه وبتاع ده، انت متنازل عن الطفل اللي هينتج عن الموضوع، ومتنازل عن الاسبرنو تبرع. فبعد كده هيجيبوا الدي ان ايه والمش عارف ايه ان هو ابوه مش ابوه، بس لا، عن طريق الحقن ده حصل عن طريق سبرم انت متبرع بيه، وبتدي تنازل نهائي عن اي نتيجة، عن اي تحاليل، اي محاليل، اي نتائج عن هذا التبرع. فبتبقى مشكلة الصراحة لعرب كتير، بتبقى خناقة، وبعد كده تقول له لا انت قاعد بقى من غير اقامة، انت مش عارف ايه، تعالى تفضل بره البلد، ويبقى مشاكل متبادلة. ف مجرد تنويه، واقول لكم ابعاد الموضوع كله عشان في ناس مستسهلة، وعلشان الموضوع ده سمعت انه بدأ يحصل في الوطن العربي، في ستات بدأت تتجرأ ان هي على الموضوع ده تقول لك حد يديني مش عارف ايه واروح اعمله عينة واخلف وانجب وخلاص، مش لازم الاب خالص يعني، جوز يعني جوزي المستقبل، جوز المستقبل. وطبعا عندنا ما فيش تسمية على اسم الام ده كده عادي، يقول لك لا قولنا ابوه مين، فتروح مثلا كاتبه الابن على اسم جوزها الجديد اللي هو ملوش علاقه بالابن اصلا، يتلزق فيه طفل ولا طفله كده ما لهمش لازمه. المهم، فهي دي كانت بس البيان او الملاحظات اللي حبيت ان انا انوه عنها النهارده. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير، ربنا يحفظك.